او كذا، كان مكمل لو ما كانش فيها اعاقه كان كمل فيها. فهو يعني بره بيحسبه وفي العالم كله بيحسب اي لمسه خلاص من هو ايه. ولذلك يعني الراجل الحقيقه انا عجبني الحكم بصراحه طول المباراه 10 على 10 وادانا حقنا تمام. ما انا قلت لحضرتك في الاول الحكم ده كويس، هي الاهداف نتابعها مع بعض. ده الهدف الاول لمنتخب غينيا من ركله الجزاء غير صحيحه بالمره، ثم الشوط الثاني وشوط الاداء الرائع لمنتخبنا الوطني، الهدف الاول لتريكا اللي احرزه والهدف الثاني من ركله جزاء لتريكا ايضا، ثم تلا هدف التعادل لغينيا في الوقت اللي احنا كنا افضل والاحسن ومسيطرين، ولكن خطا دفاعي غير مبرر من دفاعنا قدر يسجل محمد مارا هدف التعادل في الدقيقة 88، في الدقيقة 94 تمريرة زيزو وتسديدة محمد صلاح في الدقيقة 94 لتفوز مصر على غينيا الحمد لله 3-2، نعتلي صدارة المجموعة 6